سنعمل على توفير أجهزة سكانير على الأقل على مستوى كل المدن الكبرى في 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 في, في الولاية. من جانب آخر راكم لاحظتوا معنا اليوم الأشغال اللي راهي على قدم وساق لاستقبال جهاز ERM في الأيام القليلة المقبلة. كما اتخذت الإجراءات لتصليح جينيراتور دوكسيجين اللي موجود واللي كان معطل على مستوى هذا المستشفى